السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الاثنين، التاريخ الرابع من شهر مايو من عام 2020. المادة علوم. الأهداف: يتعرف الطفل على الفصول الأربعة. هيا بنا لنتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو الفصول الأربعة، ويوجد في السنة أربعة فصول، وهي فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، وفصل الشتاء. وسنتكلم عن طقس كل فصل من هذه الفصول الأربعة، وماذا يحدث في كل فصل. وفي فصل الربيع تتفتح الأزهار وتغرد الطيور وتصبح الأرض مخضرة. وفصل الصيف أيضا هو أحد الفصول الأربعة، وهو يأتي بعد فصل الربيع ويتميز بجوه الحار جدا. وفي فصل الصيف تنضج الثمار ويذهب الناس إلى شواطئ البحر للاستجمام. وفصل الخريف هو أحد الفصول الأربعة أيضا، وهو الفصل الذي يقع بين فصلي الصيف والشتاء، وفي هذا الفصل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويصبح الجو بارد قليلا. وفي هذا الفصل تتساقط أوراق الأشجار وتبدأ الطيور تهاجر إلى مناطق أكثر دفئا. وفصل الشتاء هو أحد الفصول الأربعة أيضا، وهو يأتي بعد فصل الخريف، وهذا الفصل طقسه بارد جدا. وفي هذا الفصل الجميل تتساقط الأمطار والثلوج، ويبدأ الأطفال باللعب بالثلج وصنع رجل الثلج. شيء